ازيك يا صحاب؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي. معاكم مين كانوا؟ تعالوا جودي وجاي. النهارده احنا بنجيب الصحاب نبدا الفيديو ده 2000 لايك. صباح الخير. صباح النور. صباح العسل. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنصور لهم روتين يوم الوقفه. روتين يوم الوقفه اللي هو اليوم اللي قبل العيد على طول، عشان في تعليقات تقريبا من بره مصر جاتلي. انتوا بتقولوا روتين يوم الوقفة يعني ايه؟ يوم الوقفة هنا في مصر اخر يوم رمضان اللي بيبقى بكرة خلاص العيد، بنقول على اخر يوم رمضان ده وقفة العيد الصغير. تمام. هنقول بسم الله. متحمسين جدا وفرحانين جدا ومجهزين هنا الشنطة اللي فيها الترنجات الجديدة. صحيين من النوم عايزين ياخدوا شاور صاروخ، عايزين يغيروا بسرعة بسرعة. بس المفاجأة ان جودي قالت لي انت ليه يا ماما جبتي لي واحنا صيفنا. بس على فكرة هو خفيف القماشة، القماشة خفيفة، القماشة ايه خفيفة، فما تقلقيش يعني هيبقى حلو، مش هتحس ان انت حرانة ولا اي حاجة. تمام. ده الترنج الازرق بتاع جودي، وده البينك في جراي اللي تبع جايدتي، جميل خالص. طيب بصوا بقى، المفروض دلوقتي انتوا عايزين تعملوا ايه؟ ماسك الكركديه. عايزين يعملوا ماسك تاني اللي هو ماسك الكركديه. اللي ما شافش فيديو ماسك الكركديه يروح يشوفه، احنا هنعمله تاني. كتبولي في التعليقات ان احنا لازم نسيبه لحد ما ينشف قوي، يعني احنا تقريبا سيبناه ربع ساعة تقريبا، هم عايزينكوا تسيبوه ازيد. بس ما احنا ما كانش ينفع نسيبه لان اختك ابتدت تحس بايه؟ بحساسية. فما كانش ينفع نسيبه اكتر من كده. اي حاجة هيحطوها على بشرتهم يحسوا انهم عايزين يهرشوا او في حاجة بتحرقهم، حاجة بتاكلهم في بشرتهم، لازم يغسلوه بسرعة. عشان كده احنا ايه؟ احنا غسلناه بسرعة. هنعمل ماسك كركديه وناخد شاور ونلبس الهدوم الجديدة ونكمل معاهم باقي. يلا بينا. يا سلام على الجمال والحلاوة والنظافة. بصوا بتبرق. بصوا جايدتي بتبرق، بس جايدتي على فكرة دافية شوية من امبارح. قالت لي دماغي، استنى عشان الإضاءة تظبط، قالت لي دماغي وجسمي ورجلي. وأول ما جايدة بتقول دماغي وجسمي ورجلي بقول استر يا رب. جودي عايزة أقولك والله العظيم الترنج عليكي جميل. جايدتي الترنج يستاهل 100 بوسه. ماما ها عايزين نعمل الشوكولاته. حاضر. جودي ادخلي هاتيها جايده قبل ما اشوف جودي. جودي متضايقه ان هو بكم. انا عايزه اقول لك شكله جميل، شكله جميل، شكله جميل، وهينفع تتحركي بيه بره البيت، فهماني؟ انما لو كنا جبنا حاجه نص كم ما كنتش هتعرفي تتحركي بيها. وبعدين انا فكرت صح، احنا عندنا للبيت ايه؟ ايه صيفي كتير جدا بنص كم. فانا فكرت بره الصندوق. حلوه الفكره دي. دلوقتي القطقوطه دي مستعجله على الشوكولاته. هاتي البونبونيره اللي هناك، هاتي البونبونيره اللي هناك، وهاتي الشايله بتاعه الشوكولاته والكحك والبسكوت دي. تعالوا اقعدوا حبايب قلبي. احنا المفروض الخطوه دي كنا هنعملها بالليل، بس مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله. يلا يلا قول بسم الله. طلعوا بقى كده ورصوا براحتكم خالص خالص خالص. طيب يلا بسرعه. بصي هي دي هتاخد البونبوني والتوفي. حطي اسميها نصين كده. حطي نص. انت هترصي؟ لا طبعا انجزي. حطي نصها توفي ونصها بونبوني. يلا هاتيهم بقى كده على جنب وحطي اللي هو الجيلي اللي بالسكر ده. ماشي يلا بسرعه ولا تزعلوا، ونبقى بالليل نرتب السفره عادي الترتيبه بتاعتنا. تمام. فكروا بقى عايزين ننزل نتمشى بالليل نروح فين. فكروا براحتكم. نتمشى كده، ننزل نتمشى ونشوف مكان نقعد فيه نشرب حاجه، وبعد كده نيجي نجهز لبكره ان شاء الله. وريني. بس كده شكله قمر قوي، شكله حلو قوي 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 يا جودي. غطيها سيبيها بقى كده لحد ما اختك تخلص، او خدي طلعي حاجه. يلا ساعدي اختك. يلا يا سكر. تحسوا الروتين الوقفه المره دي او السنه دي مختلف عن كل سنه صح؟ يلا جو انجزي شويه يا جايدتي، ورصي رصه جميله كده زيك. يلا يا جودي. طبعا اكيد هنحط فوق الشوكولاته اللي واقفه دي زي كل سنه صح؟ انا عارفه انتوا هتعملوا ايه. يلا يا سكر. عندي حل، ممكن اقسمها عشان تاخد الشوكولاته دي بره. ماشي اقسميها زي ما انت عايزه.
هي عايزة هنا تحط ايه؟ تحط 2 شوكولاتة. ماشي يلا. مبسوطين؟ أمين. كل سنة وانتم طيبين. هاتي بوسة بقى، وانت هاتي بوسة انت كمان. الله 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 على شكلها، شكلها تحفة والله العظيم. كل سنة وانتم طيبين. السوداني، هاتي هاتي الكاس اللي جوه الكاس. بصوا شكلها جميل ازاي، رائعة. لا شكلها تحفة، شكلها تحفة. الكاندي دي مش مشكلة بقى، الكاس ده حطه فيه السوداني. يلا استنى نظبط الإضاءة، الحاجات من كتر ما هي منورة الكاميرا عمالة تعمل كده. يلا نونو نونو بس عشان ما تبهدلوش الدنيا، ما تخافيش. لا لا ما تخافيش يا قلبي. يلا يا سكر، يلا على مهلكم. ممكن تدلقي وإيه؟ ايوه ادلقيه مرة واحدة، انتوا كده بهدلتوا ايديكوا. لا نونو نونو استني استني، عشان هو ممكن ما ياخدش الكمية كلها. من الجنب كده، من الجنب، اقصد اقول من الجنب. افهمي بالراحة، ما تخافيش. شيلي بقى حبة كده بايديكي وزعهم على الوش وخلاص. يلا شكله جميل الكاس زي القمر. تعرف احنا لو كنا مالينا بونبوني برضو كان هيبقى شكله حلو قوي، بس احنا عشان عندنا البونبونيرة شكلها زي القمر. حطوا هنا السوداني شكله حلو. بالليل بقى يكون الترمس خلص، نفرش معهم السفرة فرشة كاملة ونعمل فشار، ونفرش السفرة فرشة كاملة ونلبس وننزل نتمشى. خلاص ايه رأيكو؟ يلا كده خلاويس، خلاويس. اظبط بقى الدنيا كده. جايدتي هاتوا شيالة كده، تخري البونبونيرة دي يا جودي، وهاتوا الشيالة دي كده، وهاتوا ده كده. هاتي هاتي البونبونيرة هنا كده يا جودي. يلا شاطر 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 شاطر. هاتي هاتي الشنطة الجميلة دي فيها ملح، ما تخافيش. بصوا زي القمر. استنوا هيطلعوا الجيلي في ايه، خلوا انتوا كلوه بالليل. بصوا زي القمر زي القمر زي القمر والله. كل سنة وانتم طيبين، ميت بوسة. لسه يستنوا ايه؟ لسه هنفرشها بالليل ونلبس ويخرجوا معانا. ايه رأيكم؟ بس احنا دلوقتي عايزين نعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. لا وزننا نفسنا امتى؟ اول رمضان. اول رمضان وقلنا لهم هنوزن نفسنا كل اسبوع ونسينا. النهاردة اخر يوم رمضان. هاتي الميزان ويلا بينا. يلا جو. جودي خايفة، ده انا اللي خايفة. يلا يا جايدتي خليك انت كده، كل ما حد يعمل لك حاجة تقولي الله يسامحك خدت منك حسنة. مين اللي هيبدأ؟ انا. مين اللي هيبدأ؟ نبدأ بالقصيرين الاول. تفتكري الكمام هتتقلكوا؟ ما هو دي الحجة اللي انا عارفة انك هتطلعي لي بيها. يا سلام، يعني الاكسسوارات خالص اللي هتتقلك. يلا يا جايدة، يلا يا جايدة. ها زي ما انتي. انا مش فاكره جايداء كانت اول الـ اول الـ اول رمضان كانت كام؟ 35 و7. جايداء ما تنيش. طب تاني، طب تاني يا جايداء، تاني 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 تاني. الله مش كانت 35؟ لا انزلي وطلعي تاني، انزلي وطلعي تاني. يلا تاني. لا طالما اتكررت مرتين 35 و700 يبقى هي كده 35 و700 جرام. لا ثواني، نفس الثانيه نرجع نشوف احنا كنا قد ايه عشان نتكلم نعرف زدنا ولا نقصنا. متفقين؟ طب هنشوف. انا بصور. استنوا بقى عشان احنا هنوزن من اول وجديد، عشان احنا رجعنا الفيديو بتاع اول رمضان ولقينا الارقام تخض. الارقام احنا كده زدنا مش خسينا. طب تاني ثواني ثواني قبل ما توزني. جايداء اول رمضان كانت 35 بالظبط، 35. يلا يا جايدة بسم الله. هو هو خلاص 35 و700. يعني كده جايداء زادت 700 جرام، يعني حوالي كيلو الا ربع. جايداء زادت كيلو الا ربع. طب استنوا استنوا، جودي كانت 50 و400، يعني 50 كيلو و400 جرام.
جاهزه يا حاجه؟ احنا كان عندنا تارجت ان انت تبقي 45، ابقي قابليني. هتزيدي واحد؟ لا وريني. طب وريني، طب وريني، انت كنت 50 و 500. استني استني، 50 و 5. عيب عليا. 100 جرام؟ 100 جرام؟ طب انزلي واطلعي تاني، انزلي واطلعي تاني، انزلي واطلعي تاني، اطلعي تاني، اطلعي تاني. استني استني يا جدتي، استني. 100 جرام جودي، كل اللي زادته 100 جرام، ده كويس جدا على فكرة. طب احنا كده جيداء هي اللي زادت كتير، زادت كيلو الا ربع. 700 جرام ليه؟ ليه بتاكلي ايه؟ طب ماما؟ ماما نشوف ماما. امسكي، ها بسم الله. ثواني هاتي على الرقم بس. ماما دخلت على الرقم بس عشان انا بتكسف. طب بصي علي، طب احط رجلي. استني بسم الله. يا لهوي، لا 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 لا، ما تسندي، ما حدش يسندني. لا هنزل واطلع تاني، ما حدش يسندني خالص، ما حدش يسندني خالص. يلا بسم الله. ها انا مش شايفه حاجه. يا لهوي، يا لهوي، ليه ليه ده؟ يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي، ليه؟ عشان تاكلي وحشه ماما. 50 و 200 جرام. انت كنت كام؟ لا 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 لا، ثواني ثواني ثواني. مش انت امبارح كنت عامله محشي؟ لا نعيد نعيد. مش انت كنت عامله؟ استني بس، استني 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 والنبي استني. انا كنت 57 و400. يا لهوي انا زدت كيلو. ها بسم الله. خلاص بقى يا ماما هو هيكذب. استني استني، لا استني والله مش مظبوط. هو كان جايب 58 و200 من شويه. بسم الله. هو في ايه؟ يا لهوي 58 و700. ايه يا جماعه؟ طب 58 و200 ولا 58 و700؟ اخر كلام يا عم انت. الله يبارك لك، الله يبارك لك، الله يبارك لك. وسع لي. طب احط رجلي. ها خلاص امسكي يا حاجه بقى عشان امبارح. يا لهوي عينب. انا يا لهوي عينب. انا كنت 57، انا كنت 57 و400، بقيت 58 و700، يعني انا تقريبا زايده كيلو و300 جرام. زدت زدت على فكره، زدت. انت زايده 100 جرام فقط، جايده زايده 700 جرام، يعني حوالي كيلو الا ربع. انا كده الخسرانه خالص، وانت يعتبر، لا احنا كلنا زايدين، بس انت يعني اقل الزايدين، اقل. هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا عشان لسه باقي عندنا محشي ورق عنب من امبارح. هنعمل نفسنا نبقى نعمل الدايت بعد رمضان، بعد العيد، بعد العيد نعمل الدايت بعد ده، عشان لسه في شوكولاتات ولسه في ليله كبيره جدا. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هندخل نجهز الفطار، ويستنوا بقى الجزء الثاني من الفيديو، هيبقى الايه؟ اللبس والخروجه. تمام، يلا كل سنه وانتم طيبين. خلصنا كل حاجه، كل حاجه فاضل حبه نونو خالص على الفطار. واحده قاعده هنا على اللاب، تمام، واحده قاعده هنا على على التليفون ولا في دماغهم. مين اللي هيقوم يفرش معايا السفره؟ مش انا. ماما. ها؟ ماما. لا اعملوا حسابكم عشان لو الجو اساسا باظ انا مش هنزل النهارده. لا لا جودي، جودي. طب طب نعمل استفتاء سريع. قومي جنبها، قومي جنبها، استفتاء سريع. قولي شويه كده وهنفطر. اوكي، اذا انت عامله لي كده ليه؟ شبه محمد هنيدي في يوم ورا يوم. تمام، استفتاء سريع. لو الجو باظ ننزل ولا ما ننزلش؟ ما ننزلش. لا ما ننزلش. انا موافقه. ها خلاص، يبقى كده اتنين مش هينزلوا وواحده تنزل، يبقى انزلي لوحدك يا جايده. الجو حلو يبقى ننزل. لو الجو حلو ننزل، لو الجو وحش نقعد. متفقين؟ نعمل الترمس والفشار ونقعد ناكل شوكولاته ونقضيها في البيت، ايه رايكم؟ لا طب نشوف الجو. ما الجو هو حلو. لا نشوف الجو نعمل ايه؟ نعمل شوت داون ونقوم 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 علشان نجهز السفره. لا عايزين نبقى نعمل. يلا طيب حد يقوم يسخن معايا ونجهز السفره. هاتي ايدك. بتلعب صابوي بكام صباع؟ الجزء التاني. بصوا بقى، ما عرفناش نصور خالص طول اليوم، طول اليوم تليفونات. انتوا بتقولوا ايه؟ طول اليوم، طول اليوم تليفونات وما عرفناش نصور خالص، فقلنا نفاجئكم بقى لما ننزل. لبسنا انا وجودي زي بعضينا. الناس اللي بتقول لنا انتوا لبستوا ده ليه يا طنط عزة؟ ده احنا جايبينه ننزل بيه يوم الوقفه وصلاه العيد. تمام؟ سوري يا قلبي. دلوقتي احنا هنتمشى هنا شويه، احنا في شارع النزهه،
هنتمشى شويه وهنشتري حاجات وبعد كده هاخد القطتين دول ونقعد في اي مكان كده نشرب حاجه ساقعه. ايه رايكم؟ تعالوا بقى كده نتمشى على مهلينا. لسه مستمرين في البحث والتمشيه. دلوقتي جودي عايزه قرطاس، جودي عايزه قرطاس منا، وجايدتي عايزه ايه؟ عايزه شراب على الستيتش. انا مش عارفه هنلاقي هو يمين ولا شمال. لا كده كده انا مش عارفه هنلاقي شراب ستيتش ولا لا. المهم ان احنا هنفضل نتمشى. تمام، مبسوطين جدا. هجيب لك دي، عايزه فراشه من بتاعه الاطفال. بصوا ده محل هدوم اطفال اساسا عشان تعرفوا انا بعاني من ايه. والله انا مش سامعه حاجه. واحنا كمان بنحبكم. انتوا من هنا؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. تيجي اصوركم مع بعض؟ تعالوا. لا استنوا زي ما انتم. انت ما قلتليش اساميكوا ايه على فكره؟ عليا. الله اسمك جميل. رحمه عليا، رقيه، جميل اساميهم قمر. طب استنوا زي القمر. كل سنه وانتم طيبين. باي يا قمر. حلوه الفساتين. طيب هما دلوقتي اتصورنا مع اصحابهم ومستمرين في البحث، في البحث عن الشراب بتاع ستيتش. تمام، اتمنى نلاقيه، لان احنا لما بنلاقيه بنلاقي الشراب الطويل وهذا الشراب الايه؟ القصير. تمام، هنخرج بقى من الممر ده وان شاء الله نلاقيه بره ان شاء الله. هرجل من الدوشه والزحمه تاني. يلا بينا. جبنا ستيتش، طلعي وريلي اصحابك. جابت ستيتش اهو، لقينا شراب ستيتش صح؟ يلا بينا نكمل. تعالوا. لقينا ستيتش. لقينا الشراب، لقينا الشراب الحمد لله. هنروح نجيب الحنة، لا الحنة هنلاقيها في كل محلات المكياج. يلا انا كمان عايزة اجيب حاجات. تعالوا. الشراب حلو لما نقعد توريه لهم. شكله تحفة وقصير، ولقينا اللون بتاع التيشيرت بتاع جايدة واللون بتاع التيشيرت بتاع جودي ولون بينك زيادة بقى ناخده. جينا هنا محل المكياج علشان نجيب حنة وانا اجيب حاجات، وجايدة عايزة تجيب الحاجات الغريبة دي ومش عاجباني. تعالي يا جايدة. خلاص كده الحمد لله. جينا هنا المحل اللي ورانا ده، انا مش شايفة حاجة. جبنا الحنة وانا جبت شوية حاجات، وهنكمل بقى كده لاخر الشارع ونشوف مكان نقعد عليه. يلا بينا. جيت قعدتهم شوية بعد ما اشترينا شوية حاجات، بس الكافيه اللي احنا قاعدين عليه مشغل المباراة، مش مشكلة. ورينا بقى كده احنا جبنا ايه؟ ورينا الشرابات، ورينا الشرابات. بصوا هاتي جايدة، لفينا عشان نجيب الشراب اللي عليه ستيتش ده. وريهم يا جايدتي. واحد لبني، واحد ابيض في كحلي، واحد بامبا صح؟ وجودي هنا جابت ايه؟ وجودي هنا جابت قرطاس حنة. تمام كده؟ وقاعدين بنشرب حاجة ساقعة ونسكافيه، وشوية كده نقوم نكمل لفة ونروح. اوكي مبسوطين اهم حاجة؟ ماشي يا قلب. خلصنا اليوم، مش قادرة اتكلم، تعبانين جدا. الشوارع ورا زحمة موت وفرح. السماعات انا ما بقتش سامعة. انا مش هنزل شارع النزهة ده في يوم الوقفة ابدا ابدا. احنا كده في ميدان السكاكيني، عند قصر السكاكيني اهو. خلاص احنا كده مروحين، انبسطنا. كان نفسنا نصور لكم كل حاجه، بس كميه الاغاني وكميه السماعات اللي كانت شغاله رهيبه. كده يومنا خلص. استنوا بس نعدي الحته دي عشان زحمه. انبسطنا، كان نفسي، كنت بقول لكم كان نفسي اصور لكم حاجات كتير، بس الاغاني المحلات مشغله الاغاني. ايه ده؟ افراح. احنا كنا في افراح، مش في فرح، في افراح، كميه افراح. بس بصراحه انبسطنا وقعدنا شويه يعني انا بالنسبه لي كانت ليله مختلفه عن كل مره. يا رب يكون اليوم عجبكم. في بوبي. استنوا نعدي الحته دي كمان. يا رب يكون اليوم عجبكم وكل سنه وانتم طيبين. حاولنا على قد ما نقدر نعيشكم معانا يومنا. بكره بقى هنحاول معاكم نرسم بقرطاس الحنه اللي احنا اشتريناه، وهنوريكم الشراب بتاع ستيتش احلى. يمكن النهارده تكونوا ما عرفتوش تشوفوه. اهم حاجه ان انا جبتهولك كانت جايدة يا حبيبه قلبي بتلف عليها ونفسها فيه. يا رب يكون اليوم عجبكم. وبالنسبه لي كده انا مروحه مبسوطه. يلا لهم باي. لا مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.